وحول أداء المؤشر أسعد بأن يكون معي الأستاذ عبد الله الحامد محلل الأسواق المالية. صباح الخير أستاذ عبد الله. صباح النور أخي مجيد، أهلا وسهلا بك. سلام شيخنا. بداية أستاذ عبد الله، يعني يمكن الحديث الأكبر منذ جلسة الأمس كان عن اجتماع أوبك بلس. بعد إلغاء هذا الاجتماع شهدنا ارتفاعات جيدة يعني في أسعار النفط على مستوياتها منذ 3 سنوات. بالتأكيد يعني ما زال الخلاف مستمر بين أعضاء المجموعة، لكن الاتفاقية ما زالت مستمرة. انعكاس ذلك على الأسواق المالية وتحديدا السوق المحلي، يعني اليوم خلال جلسة الأمس شهدنا تراجعات وإن كانت طفيفة، اليوم نلاحظ تباين في الأداء منذ هذا الصباح. بالتالي هل سيكون الحذر سمة الأسواق خلال الفترة القادمة في ظل الترقب لما ستسفر عن اجتماعات أوبك بلس خلال الفترة القادمة؟ مرحبا فيك وشكرا للاستضافة. الحقيقة مثل ما ذكرت حضرتك، الاتفاق بنسبة تخفيضات الانتاج لا تزال موجودة، وهي يعني متفق عليها إلى أبريل 2022. والخلاف اللي اليوم موجود من دولة الإمارات هو بسبب الرغبة في مراجعة مستويات الإنتاج اللي تم على أساسها الموافقة على التخفيضات، وأعتقد يعني سوف يتم إن شاء الله التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء أوبك بلس. طبعا ما في شك إنه هذا قاد أسعار البترول إلى ارتفاعات، مثل ما ذكرت حضرتك اليوم نتكلم عن تقريبا أو الآن قريب 77 دولار للبرميل برنت، وبارتفاع تقريبا 2%، وهذا يعني ما في شك انعكاسه ايجابي على الدول المنتجه وبالذات المملكه العربيه السعوديه. السوق الحقيقه يعني لا يزال ينتظر ارباح الربع الثاني، والحقيقه يمكن هذا هو اللي بيكون المحدد الرئيسي لتوجهات السوق بالفتره القادمه. اغلب المستثمرين يمكن حتى لو تلاحظ التداولات يعني منخفضة مقارنة بالفترة السابقة أمس واللي قبلها، يعني بسبب انتظار كثير من المتداولين في السوق والمستثمرين بداية إعلانات نتائج أرباح الربع الثاني للشركات المدرجة، وبالتالي هذا سوف يعطي زخم للسوق ويحدد توجه السوق. لكن في كل الحالات احنا نتداول فوق مستوى 13000 نقطة، وهذا ما في شك عامل نفسي جيد ومؤثر، وكذلك تقييمات السوق ونتائج أعمال الشركات متوقع لها أنها تكون إيجابية بشكل كبير بحسب ما نتابع من يعني النشرات والبحوث الصادرة عن بيوت الخبرة والاستثمار. جميل أستاذ عبد الله، يعني منذ جلسة يعني الخميس أو الأربعاء تحديدا وصلنا لمستوى 11000 نقطة، وكان هناك دعم يعني مباشر من قطاع المصارف، وتحدث يعني تبادل الأدوار كان ما بين يعني سهم الأهلي وسهم الراجحي. خلال الفترة القادمة نترقب بالتأكيد يعني كما ذكرت نتائج الربع الثاني، بالتالي هذه قد تعطي يعني دفعة ومعطيات إيجابية للمؤشر خلال الفترة القادمة. لكن السؤال الأهم، يعني ما هي القطاعات أو الشركات التي ستقود المؤشر خلال الفترة القادمة، وبالتالي هي من ستستلم زمام الوصول لمستويات أعلى من 11000 نقطة، خصوصا يعني يمكن أعلى مستويات وصلنا لها 11050 نقطة، بعد ذلك لم يستطيع يعني المؤشر التجاوز هذه المستويات. سوف يستطيع إن شاء الله تجاوز هذه المستويات، لكن يعني ما خلال الفترة الحالية أقصد. أي مثل ما ذكرنا يعني المؤشر هو طلوعه هو نتيجة طلوع الشركات اللي تكون هذا المؤشر، ومثل ما ذكرت حضرتك البنوك يعني أدت أداء جيد، ولا نزال نحن نتوقع أنه هناك كثير من البنوك اليوم تتداول بتقييمات إيجابية وجيدة بشكل عام، ربحيتها سوف تتحسن بسبب النمو الإقراض العقاري اللي نمى من أول 5 شهور ب 2021 ما يقارب 15% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020. كذلك اليوم بتكلم عن قطاع بنكي، نسبة الديون غير العاملة فيه لا تتجاوز 2.4% مقابل وجود مخصصات 160% للديون غير العاملة. أعتقد هذه كلها أرقام إيجابية جدا لقطاع البنكي ومهمة. لا ننسى كذلك أنه اليوم بدينا نشوف تأثير إطلاق العديد من المشاريع اللي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، وأطلقها يعني من خلال عديد من المنشآت الحكومية مثل التخصصات العامة وغيرها، وهذه المشاريع اليوم سوف تلجأ إلى أسواق الديون والبنوك لتمويل هذه المشاريع والعمل على إنجازها، وهو ما سوف يحرك الدائرة بشكل عام، وبالتالي القطاع الخاص سوف يستفيد من هذا والبنوك جزء من القطاع الخاص. أعتقد البنوك لا تزال يعني نسبياً
رخيصة بشكل عام، وأعتقد هناك بعض البنوك لا تزال رخيصة بشكل يعني جيد. القطاع الثاني والأساسي والمهم هو البتروكيماويات، هذا قطاع جدا مؤثر ويستفيد مما يحدث اليوم في سوق البترول. ارتفاع أسعار البترول ينعكس تماما على ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، وهذا سوف يزيد أرباح الشركات بشكل جيد، وإن شاء الله نشوف أرباح الشركات المهمة بقطاع البتروكيماويات خلال الربع الثاني سوف تفاجئ الكثير من المتابعين في السوق. جميل. استاذ عبد الله، السؤال الاهم، نتحدث عن التوزيعات النقديه، هناك ارتفاع بالنسبه للتوزيعات تقريبا باكثر من 9%، وبالتالي خلال الفتره الماضيه كان هناك تحذير يعني من محللين انه قد يكون هذا التعافي لابد ان يكون مشروط وحذر من قبل الشركات، خصوصا الان بدانا نتحدث عن متحورات لهذا الفيروس، اغلاقات في بعض الدول، في دول ايضا بدات الان تطلق العنان لاقتصاداتها بشكل كبير، لكن الا تعتقد انه الشركات قد من المفترض انه لا تحدث توزيعات خلال الفتره الحاليه انتظار الصورة تكون بشكل أوضح بالنسبة للمتحور الجديد دلتا واللي أثر بشكل كبير على بعض الدول؟ وأعتقد أستاذ عبد المجيد إحنا لازم نتعامل مع وجود كورونا كأمر يعني قائم وسيظل موجود للفترة القادمة القريبة على الأقل والمتوسطة. ارتفاع التوزيعات النقدية من الشركات لاحظناه بالذات من قطاع البنوك، يعني أغلب البنوك أعلنت توزيعات نقدية عن الست شهور الأولى من عام 2021 مقاربة لما تم توزيعه في كل عام 2020، طبعا لأنه كان 2020 عام استثنائي والبنوك ارتأت أنها تحتفظ بالسيولة حقتها لمقابلة أي يعني هزات أو احتماليات تأخر في السداد من عملائها وكذا، وبالتالي اليوم هذا الشيء يشوفون انه يعني تحسن. ما انا ما اقول اننا طلعنا من كورونا، لكن انا اقول اليوم الحمد لله والشكر بالجهود اللي بذلتها حكومه خالد محمد الشريفين ووزاره الصحه والقائمين على عمليه اعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين في ارض المملكه العربيه السعوديه. احنا نتكلم اليوم احنا قريبين جدا من الحصانه المجتمعيه، ونتكلم عن قريب 19 مليون شخص اخذ اللقاح، وهذا يعني ما في شك بيأثر تأثير إيجابي على وضع الاقتصاد بشكل عام بالمملكة. الاقتصاد أغلب الشركات المدرجة تعتمد على الاقتصاد اللي يصير بالمملكة، باقي الشركات يمكن قطاع التركيماويات وبعض الشركات الأخرى يمكن البحري وغيرها تتأثر بما يحدث في العالم. ما مثل ما ذكرت حضرتك العالم اليوم في وضع أفضل، ما في شك هناك بعض الدول تأثر بشكل كبير لأنه الدورة الفيروسية عندهم لا تزال يعني قوية، ولكن نعتقد بشكل عام اليوم لقاح موجود، ومدى انتشار اللقاح كل ما زاد انتشار اللقاح كل ما خفض المخاطر. جميل. أستاذ عبد الله الحامد محلل الأسواق المالية، شكرا لك.